اللي عم بتصير. وهذا الاحد كانت كاميرا صباح لبنان بايفنت بام دبليو كلوب الناينث انيوال ميتنج اللي هو تاسع تجمع من هذا النوع للبي ام دبليو كلوب. كان مثل ما قلنا بنهار الاحد ب 14 ايلول بكفر دبيان، وكان في تقريبا فوق ال 500 سياره مشتركه و 2500 شخص عم بيشاركوا جايين من مختلف المناطق اللبنانيه. كاميرا صباح لبنان كانت هونيك وصورت شوي. مثل ما ذكرنا انه هيدا الايفنت هيك نوع من النشاطات بينقل كمان رسالة لنقل السرعة ونقل جميع الرياضات السيارات والسرعة على اماكن مخصصة لهالشي ومش على الاماكن العامة. رح نشوف هذا الريبورتاج سوا ومنكمل. بدنا نشكر لكم مرة جديدة كتلفزيون لبنان على مواكبتكم للحدث، ونحن بهالنهار عم نجدد نشاطنا للمرة التاسعة على التوالي. عم نجتمع من كل لبنان، عم نجمع كل الشباب من كل المناطق اللبنانية، عم نزيد اللحمة بين الشباب، عم نزيد التوعية. هذا اللقاء له عدة أهداف. أول شيء هو نشر التوعية بين الشباب والصبايا، الحد من مخاطر السرعة، إضافة نكهة حلوة لهالرياضة بلبنان بهالظروف نحن اللي عم نعيشها. نحن اليوم عم نلتقى فوق 600-700 سيارة، كلنا سوا قلب واحد، كلنا سوا إيد وحدة، عم نجتمع بأرض كفر دبيان برعاية البلدية. نحن دائما رح نكون موجودين، دائما رح نجدد نشاطنا، دائما رح نجدد عهدنا، ومكفيين إذا الله راد مع عدد أكبر وأكبر وأكبر كل سنة. وأنا بدعي هون الشباب إنه كلنا سوا من كل المناطق من كل الانتماءات على جميع أعمارنا نتواجد بهالنهار، ونأكد مرة جديدة إنه نحن بلبنان قادرين نكون أحسن من الدول العربية وأحسن من الشرق الأوسط وأحسن من أوروبا وأحسن من كل دول العالم. نحن هذا الوجه الحضاري بنقدمه لبنان، هاي هي ثقافتنا، هاي هي رياضتنا، هذا هو وجهنا، ونحن كثير بنتشكركم. بالنسبة للمشاركين نحن متواجدين هون من كل المناطق اللبنانية، في عنا مشاركات من دولة مصر، من دولة الأردن، من دولة قبرص، كلن إجوا لحتى يشاركوا معنا، من دولة سوريا كمان. هلا في شبان تفاجأت فيهم، إجوا وصلوا تحدوا كل الظروف وقدروا يكونوا معنا هون بهالنهار. هذا الحدث اكيد كل سنه عم بيصير وصار مشهور عالميا اكثر ما انه يعني اذا بتلاقي في مشاركين من برات لبنان حتى. يعني نحن كبلديه عم نجرب نسهل الامور قدام المشاركين، عم نجرب نامن لهم السير، لانه كميه السيارات اللي عم تكون موجوده عندنا هون بكفر دبيان كثير كبيره. باكد لك انه ولا مطرح بلبنان عم بيصير في تجمعين بهالحجم الكبير هيدا. وبالنهاية أهلا وسهلا بالكل، وإن شاء الله كفر دبيان بتدلى بوجود كل السواح والرياضيين مزدهرة. أنا جاي من الشوفة تاني مرة بشارك فيها هون، وهذا شيء كتير حلو، وبدعي الشباب كلياتها تيجي تشارك لأنه في جمعة حلوة وأجواء حلوة وبننبسط وبنقدر نعمل هالشغلات هون بين بعضنا ما بنأذي حدا. انا جاي من قبرص على لبنان، وصلت امبارح عشيه، وهيدا اجمل ايفنت مبدئيا بحياتي مع شباب لبنانيه،
وان شاء الله نكون كلنا مبسوطين اليوم لانه هيدي الفرصه مره بالسنه بس. الاقليم مزبوط، جمعنا بعد 6 الصباح وجينا على قدبيان، شاركت هذيك السنه وهيدي السنه، ادرينالين عالي، احلى جو. وطبعا هذا شرف كثير كبير لنا، مش بس نحن مش بس من لبنان، طبعا اجى ناس، في ناس من بلغاريا، في ناس من الكويت، كله اصحابنا اجوا بس لحتى يعني يشجعونا وحتى يضل هذا الكلاب محافظ على اسمه. وان شاء الله نكون متابعين، يعني نتابع مصيرتنا مثل ما نحن بدنا اياها ومثل ما الكلاب بده، تشفت وضمن نطاق معين، ما تشفت مثل ما بدك على الطريق، ما تأذي العالم، ما تضايق العالم. هيدا الكلاب نحن لازم نحافظ عليه، لازم نخليه ونعليه ويضل بأعلى مستويات. قلنا كذا سنة بنشارك والحمد لله كل سنة بيسمعوا عدد سيارات منيح، والحمد لله جينا اليوم وان شاء الله ينجح الايفنت. في ناس كتير جاي من برا، من المغرب ومن الكويت ومن اليونان، وفي تحدي قوي، في شفرية كتير قوية بيناتهم، في شفرية بالاتسال. رجعنا لكم مشاهدينا. عشادي بتحب السرعة؟ بتعرفي السرعة الواحد وقتها يطلع الأدرينالين مين ما بحبها يعني، بس أكيد بوقتها وتكون مناسبة، لأنه للأسف وتحديدا عنا بلبنان يعني مشهدية يمكن دايما بتتكرر على الأوتوسترادات، وقتها نشوف عم يعملوا دريفتينج بين السيارات اللي ماشية بسير طبيعي، أو مثلا الموبيلاتات أو الموتوسيكلات اللي مثلا بصير بدهم يوقفوا على دولاب واحد، يعني أول شيء عم بخاطروا بحياتهم، والمشكلة انه عم بخاطروا بحياة الاخرين. يعني اذا الواحد بده يسرع يسرع بس بالاماكن المخصصة للسرعة، يعني على الحلبة اللي هي مخصصة فعلا لرالي السيارات، قد ما بدهم يسرعوا ويشاركوا. صحيح. في معك ضيوف بعد بريك؟ ضيوف بيها بعد